استقبل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في مقر بعثة الكويت الدائمة لدى الأمم المتحدة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرة في اليوم على هامش أعمال اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود التي تبذلها منظمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ووكالتها وبرامجها المختلفة تجاه مختلف القضايا التي تهم المنطقة. حضر المقابلة مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي والوفد الرسمي المرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء.